لم يعد التاتو محصوراً في الكتابة على الجسد فقط، بل أصبحت بعض الجزائريات تستعملنه كمكياج دائماً في الأعين والشفاه. كاين اللي تبغي توجور تكون كوكيت بال وتعيا، ما عندهاش الوقت، كاين اللي تربي، كاين تقعد دايماً ماكيتها في البيت، ماشي صافي تجي غير تخدم. ميم كاين لي كوكيت في الدار، دي دام جلي كوني أنا تبغي توجور تكون بال. الوغ جو لي كونساي باه يديرو لايلينار تاتو سي ميو. ميم الينار دير الينار بارمانون في بلاصه، كل يوم زعما هكا تماكيي صباح وتخرج تغسل وجهها وتخرج ديريكتومون وجهها لف بارمانون. تراسور تاني يعطي اللون للشارب، يعني اللي يكون عندها شواربها هكا ناتشورال عندها شواربها زروقه، لا كولور تاعهم هكا شغل شتي وحده كيكون عندها هكا برد في البرد ولا كيكون يزرق شواربها، دير لا كولور لشواربها يولو دائما غوز. باش ما نديرش كل يوم نضيع الوقت، كل يوم كي عارفه عندنا نساء يخدموا، كاين اللي تربي، كاين اللي تبغي توجور عينها تكون شابه دائما الينا.